وضحيت لهذه المسألة أزمة مستمرة لطلبة الطب والصيدلة في المغرب وما زالت كتتفاقم، ومن وسط صعيد الاحتجاجات ورفض الطلبة المقترحات الحكومية، في هذا الفيديو غادي نتناولوا أبرز تطورات الأزمة والاعتصامات اللي دارت في الرباط، إلى جانب تهديدات الطلبة بخوض سنة بيضاء. الناس كل قيتو لقيتو الأطباء، دير دالحة كل قيتو لقيتو الأطباء، والأطباء منهم طلبة ديال السنة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، فين هما دابا؟ السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. الأسابيع الأخيرة كانت كلية الطب والصيدلة بالمغرب مرحلة تصعيد كبير من طرف الطلبة. الأزمة اللي بدأت بسبب نقص المعدات وسوء ظروف التدريب تعقدت بشكل كبير وخلى العديد من الطلبة يرفضوا الامتحانات ويديروا احتجاجات قوية ضد ما وصفوه بالتجاهل من طرف الوزارة. الأحداث الأخيرة عرفت فض اعتصام ضدماته طلبة الطب في الرباط طرف السلطات الأمنية اللي تدخلت لتفريق الاعتصام، ولكن النتيجة كانت إصابات وإغماء في صفوف الطلبة. الطلبة كيقولوا أن الاحتقان كاين بسبب ظروف تكوينهم اللي بعيدة كل البعد على الجودة المطلوبة، كيشوفوا أن الوضع الحالي كيهدد قدرتهم على ممارسة طب كفاءة مستقبلا. في الوقت اللي وافق فيه طلبة الصيدلة على مقترح اللي قدمته وزارة التعليم العالي، تم توقيع على محضر اتفاق الأحد الماضي، ولكن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة شافت أن حلول المقترحة ما كتجاوبش مع المطالب ديالهم الأساسية، وهكذا دارت لجنة الاعتصام أمام كلية الطب بالعاصمة الرباط، ودام الاعتصام 12 ساعة كاملة احتجاجا على ما وصفوه بسياسة التعنت والترهيب. اللجنة وضحت أن الهدف من هذه الاحتجاجات هو الدفاع عن التكوين الطبي يليق بمستقبل الطلبة والقطاع الصحي، خصوصا في ظل الورش الملكي للنهوض بالصحة العامة. أزمة ما وقفتش هنا، طلبة الطب والصيدلة اليوم كيهضروا على إمكانية خوض سنة بيضاء إلى ما تمش التوصل إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف. طلبة كيشيروا أن الوضع الحالي غادي يأثر سلبا على السنة الدراسية واللي ما قدروش يكملوها بسبب المقاطعات المتواصلة. ومن بين المطالب الرئيسية طلبة تحسين ظروف التدريب والامتحانات، بالإضافة إلى توفير التجهيزات الضرورية للتكوين العلمي اللي كيشوفوا أنها نقطة أساسية ضمان جودة التعليم الطبي. ومع كل هذه المشاكل طلبة كيشوفوا أن المسؤولين ما قدموش حلول ملموسة، هذا السبب الاحتجاجات كملت والمقاطعات ما زالت مستمرة. مع تصاعد الأزمة ما زال الوضع في تطور مستمر والمطالب كترفع يوم بعد يوم. السؤال اللي كيبقى مطروح هو واش الحكومة غادي تقدر تستجيب لمطالب الطلبة في الوقت المناسب باش نتجنبوا سنة بيضاء؟ كيفاش غادي تكون استجابة باقي الفئات اللي كتشوف في تحسين التعليم الطبي والصيدلي قضية مصيرية؟ واش هاد الاحتجاجات غادي تولد حل واقعي ولا غادي نواجهوا استمرار الأزمة لأشهر أخرى؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في الأيام والأسابيع المقبلة.